فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إفراد اليوم العاشر من شهر المحرم بالصيام بنية الصيام عاشوراء؟ لعلك تريد الجمعة أو مطلق. صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه مكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر. هؤلاء إخوة يقولون في عملنا يوجد رافضة ويهود ونصارى. إيش؟ في مقام العمل عملهم. نعم. شركة رافضة ويهود ونصارى وسلمون علينا بالمصافحة. نعم. هل نصافحهم؟ نعم. إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو شيعي أو غير ذلك وصافحك فصافحه. لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم.